مشاهدينا مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم الواقع هو هذا. كنرحب بكل متتبعينا وكنرحب بضيفاتي الكريمات، واليوم غنفتحوا النقاش على واقع من واقعنا المعاش في زمن كورونا. الملاحظ في الشارع خلال هذه المرحله انه كاين واحد النوع من التهافت على المتع ديال الحياه اللي ربما تحرمنا فيها في مرحله من المراحل. لاحظت بانه اليوم تلقاو المقاهي عامره، تلقاو المطاعم عامره، تلقاو اقبال على المشتريات بجميع الاشكال والانواع والالوان ديالها، تلقاو الناس قابله انها دير الصف وقابله انها تاخذ واحد الوقت كبير غير باش تشري. وكاينه فئه كثيره اللي كتقول باللي متخوفه من اللي جاي مستقبلا، لانه ربما كاين الناس اللي فقدوا العمل ديالهم، كاين الناس اللي ما عندهمش امكانيات ماديه اليوم، وكاين الناس اللي القطاعات ديال المجال ديال الشغال ديالهم توقفات تماما خلال هذه الجائحه اللي اجتاحت العالم كامل. ولكن في المقابل تلقاو الناس عندها واحد التهافت كيطرح سؤال: فين غاديين ولين غاديين؟ لهذا الغرض اليوم والنموذج غادي ناخذوه من المغرب بطبيعه الحال، غادي نستضيف معايا الضيفات الكريمات حتى اننا نناقشوا هذا الاحساس اللي حسيناه في الشارع المغربي خلال هذه المرحله. كنستضيف معايا ضيفاتي الكريمات، كنستضيف معايا لاله هدى أستار وهي اخصائيه في علم الطاقه وتقنيه الولوج الى مسارات الوعي. مرحبا بك لاله هدى. مرحبا سكينه، هذا شرف كبير انني اليوم نتواصل معك ومع الجمهور ديالك. لا لا اختك، شكرا لك. وايضا حاضره معنا ومشرفانا لاله نبيله بن احود وهي اخصائيه في البرمجه العصبيه واستاذه التواصل. مرحبا بلاله نبيله. بارك الله فيك لاله سكينه، سي توجور ان بليزير. لو بليزير بارطاجي. لاله اختك بارك الله فيك. لاله نبيله، غادي نبدا نقاشي معك. لاحظنا بانه يعني كاين واحد النوع من الاقبال وكاين واحد النوع من التفاهت، يعني كما كنقولوا ماشي التهافت، هفوت على اي حاجه كتغذي الرغبه عندنا. يعني الناس ما عندهاش مشكل انها توقف وتسنى في لاليست داتونت باش تجلس في ريستورون ولا في كافي، مساله اللي ما كانتش من قبل. ما عندناش مشكل اننا نتسناو باش ندخلوا نشريو واحد الكم من الحوايج، نشريو واحد شي مرات شي حوايج اللي حنا ما محتاجينش ليهم. كانه الاحساس بالنهايه او لا راه واقيلا غيعاودوا يسدوا علينا، اذا خاصني نبروفيتي لو ماكسيموم. فهاد الصوره شنو هي قراءتك فيها على المستوى التواصلي والنفسي ايضا؟ هاد المساله اللي كنعيشوها هي واحد المساله نقدروا نقولوا انها طبيعيه حد ما، لان اش كيوقع ملي كنكونوا حنايا دزنا من واحد المرحله اللي كانت صعبه في الاول، ما نساوش بان كان عندنا واحد الاحساس كبير بالخوف. ثاني حاجه كان عندنا واحد الاحساس بعدم السيطره على الاشياء، لان ما كناش عارفين امتى غادي تحل علينا، اشنو غيوقع، واش غنموتوا، واش غادي شنو غيوقع. دونك اون فوا وصلنا لمرحله اننا حلينا شي شويه، لو سيرفو هومان كيدفعنا اننا نتلاحوا على اي حاجه وقعات، لان افكتيفمون حنا خايفين ترجع. انا غادي نشرح لكم بواحد الطريقه بسيطه جدا. العقل البشري هو عنده واحد ثلاثه ديال، الا قلنا تخواز ايتاب اولا ثلاثه ديال المراتب. عندنا المرحله الاولى اللي هي هنايا لتحت ديال لو سيرفو هومان، عندنا لو ريبتيليان كيفكرنا في عالم الزواحف. شنو هو العالم الزواحف؟ هو لا سيرفي، يعني كنبغيو حنايا نتشبتوا بالحياه. دونك في هذه المرحله كنكونوا بغينا غير نعيشوا، كل كي سوا اكس نعيشوا. حنايا دابا دزنا المرحله ديال بغينا نعيشوا، لان فهمنا بان حتى حاجه موقعات في مارس وفي افريل وفي ماي وفي جوان، هذاك الشيء كله دزناه. دابا حنايا كندوزوا للمرحله الثانيه اللي فيها اللي كنسميوه بلو سيرفو لامبيك، اللي فيه ليموسيون، يعني اي حاجه عندها علاقه مع العاطفه. هذاك لو لامبيك اش كيوقع؟ كيخلينا ما كنفكروش، كناخذوا هذاك الشيء اللي كنحسوا به، يعني هذاك الخوف تقدر يعاودوا يسدوا، تقدر بوتيت غادي نموتوا. المهم حنايا عندنا واحد الاحساس اللي حنايا ما قادرينش نسيطروا عليه وما قادرينش نعطيوه، نحطوا عليه كلمات محدده. حيت الا كنت انا كنحس بالخوف، ماشي بالضروري كتحسي بها لاله سكينه، ماشي بالضروري كتحسي بها لاله هدى. دونك
كل واحد فينا كيتصرف بطريقته مع هاد المساله هذه. دونك هذاك يعني ديك الطبق ديال لو سيرفو اللي كيتحكم فينا كيتحكم بواحد الطريقه مغايره من شخص لاخر، وكيخلينا نديرو تصرفات اللي هي غير عقلانيه. باش هذيك التصرفات تولي عقلانيه كيخصنا نخليو المعلومه توصل لو كورتكس، يعني المرحله المتطوره من العقل اللي كتخلينا نفهمو ونسيطرو على العاطفه، على ديك ليموسيون، ونخليوها تصرف بشويه ديال يعني الوعي. يعني انا ماشي مشكل راه الا ما درتش الصف في الريستورون راه ماشي مشكل، ممكن نمشي ليه غدا، ممكن نمشي ليه لا سيمين بروشين. دونك هي عدد كبير من الناس وقفات المعلومه عندهم في المرحله ديال ليموسيون. هاد الشيء علاش عندنا هاد التصرفات هادي، وهي خاصنا نفهموها تو سامبلومون. راه ماشي كيديروها لانهم خاصهم يفهموا، خاصهم يتعلموا، خاصهم تو سامبلومون يعطيو لراسهم الفرصه انهم يدوزوا المعلومه للدماغ. تصوروا ان هذه هي نهايه الكون، شنو غيوقع؟ حنايا بيدينا شي حاجه نديروها؟ لا، والو تقول دونك سي بون. دونك نقدروا نعيشوا هذه المرحله بطريقه طبيعيه، لان في اخر يعني المطاف حنا ما عارفين حتى شي حاجه، ما عارفينش اش غيوقع من هنا لغدا، ما عارفينش اش غيوقع من هنا لواحد الساعه. دونك شنو كنديروا؟ كيخص بنادم هو كيدير واحد القراءه مع نفسه، وكيحاول يحط واحد الكلمات على المشاعر اللي كيحس بهم باش هو يعاون راسو ويقدر يخرج من هاد التصرفات لتصرفات اخرى. ما نساوش بان في الاول حتى واحد ما كان كيشري، حتى واحد ما كان كيخرج، الناس داروا شويه ديال ليزيكونومي حيت ما صرفوش الفلوس في لا بيريون ديال دابا دابا كيخصنا نصرفو افون. دونك ديك الشيء علاش بحال بنادم كينتقم من راسو، عرفتوا؟ بحال شي واحد كان تيدير شي ريجيم قاسي جدا، مني كيطلق كيحل الباب لراسو شنو كيدير؟ الساشارن كي اتاكي الماكله، لان بحال كيقول انا كنت تل محرم راسي، علاش دابا انا غادي فريمون بحال غندير واحد الحرب ضد نفسي، وغناكل ناكل 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 بزاف، حتى كيوصل لمرحله ديال التخمه. ملي كيوصل لمرحله التخمه كيقول شنو كنت كندير؟ راه واقيلا كنت غلط. دونك دابا حنا راه كاين بزاف الناس اللي عايشين هذه القضيه وباقي ما وصلوش ديك المرحله ديال التخمه باش يفرانيو ويرجعوا. دونك هادشي كله هو سي ليموسيون اللي كديروا، يعني غيان دوطخ، يعني مسألة مفهومة، لأن كاين سدينا حلينا نقدروا نعاودوا نسدوا، نقدروا نعيشوا، نقدروا نموتوا، نقدروا نستمروا، يعني ما عارفينش اش واقع. أنا من هذا الكلام ديالك لالا نبيلة غنتجه عند لالا هدى. لالا هدى، حنا كنعيشوا بطاقة، واكيد انه علم الطاقه عنده واحد الحضور، واحد الاهميه كبيره في حياتنا. للاسف ما كنردوش البال بعض التفاصيل، ولكن ملي تنرجعوا لها تلقاو بان عندها تاثير كبير ومباشر علينا. الهاله الطاقيه ديالنا كتاثر في المحيطين ديالنا، كتاثر في نفسنا، وكتعكس صورتنا امام الاخر. كنحسوا بواحد النوع من الطاقه السلبيه اللي محيطه بنا اليوم، واللي كتدفعنا لجمله من التصرفات اللي في بعض الاحيان غير مسؤوله. واش خوفا؟ واش ربما جوابا على واحد الحاجه عندنا لداخل وليت كبتات في واحد الوقيته معينه، او احيانا لعدم درايتنا كيفاش نقدروا نوجهوا الجانب الطاقي ديالنا. اوكي، دونك لالا سكينه، باش نبدا نعرف بالطاقه، احنا كلنا طاقه، عباره عن طاقه، عندنا ذبذبات، عندنا واحد ترددات، اون ايمان من لو كور ديالنا ومن الهاله الطاقه ومن اللغه ديالنا، واحد لي فيبراسيون هما كيكونوا فيهم معلومات. دونك الكون طاقه، الارض طاقه، كل شيء اللي محيط بنا طاقه. الطاقه هي عباره عن اون انفورماسيون، سيتادير كاين شي حوايج اللي كنقدروا مثلا اننا نفكروا فيهم، ولكن كيوصلوا للاخر بطريقه تخاطر بلا تيليباتي، وكيل غوسوا لافورماسيون على شكل كلمات اللي كبرمجها اللاوعي ديالنا اترافيغ الطاقة ديالنا. دونك ديما حنا كنعرفوا بان في العادة ديالنا كتكونوا شي مرات كتقول لي شي واحد تفكر شي واحد كيعيط ليك، هي واحد اون تيليباتي، سي جوست هذاك التردد منين تو بونسي لذاك الانسان وصلاتو هاد المعلومة. علاش انا كنشرح هاد الشيء؟ باش نهضر على هاد لي زاديكسيون اللي عشناهم في هاد الوقت ديال كورونا، ديال لي زاشا، لي زاديكسيون، هما اشياء، هما دي تروما اللي كانوا عندنا ديجا، كانوا عندنا
غير هما حنا كنا كنتلهاو بهم بداك الشيء ديال الاشياء ديال الحياه ومخدمين وكنخرجوا كنخرجوا مع وليداتنا كنزوروا الاقارب كنتلهاو بهذا الشيء. منين كنا في ذاك الفتره ديال الحجر بقينا في واحد لو مومون دانتروسبكسيون، جلسنا شويه مع راسنا سقطوا علينا شحال ديال الاشياء اللي كنا كنديروهم اللي كنا كنتلفوا بهم اللي كنا اون سو ديستري عليهم باش ما نجلسوش معاهم. دونك عشنا شويه الناس كاين اللي عاقب لا سوليتود، كاين اللي عاقب لو مونك دامور، كاين اللي عاقب لي تروما، كاين اللي عاقب دي دوي ما دارهمش، اللي حس بهم بانه انفرس معاهم اللي منين تلقات شويه ان بو لو كونفينمون الى كومونسي ا كومبونسي هادوك لي مونك بار لي زاشا، باسكو كاين لي زاشا كومبولسيف اللي هو نوع من لي زاشا اللي هو ماشي لوبجي اللي كنشريوه ولا ديك القهوه اللي كنشربوها، هو داك لو مومون داشتي ديك بحال اون ادرينالين ولا واحد الماده كتفرز وحنا كنفرحوا بها منين كنقوموا بعمليه شراء ولا خساره الفلوس. هذيك كتعادل لينا كوم دغ كتعادل لنا واحد لو مونك ان بوزوان اللي حنا محتاجين ليه. هذه من جهه، من جهه اخرى بيسكو اوني دي زيتر دي تيليباث حنا ككائن كادرين طاقيا اننا نكابتو لي ديزير اي لي مونك اي لي زونفي ديال الناس كلهم اللي حوالينا اللي دايرين بينا. يا دي جون كي اونفي باش يخرجوا اللي باغيين يسافروا، حنا ككائن طاقي كنلتقطوا هاد الدبدبه ديال هاد الناس كاملين، ولكن ما كنجلسوش بواحد الوعي حتى حيت كنخدموا حنا باللاوعي ونجلسوا واش فريمون انا اللي باغي هاد الشيء ولا جو سوي اون طران دو كابتي لي زونفي ديال لي زوتر ولا لي ايموسيون ديال لي زوتر دي زوتر. كما قالت لالا نبيله، هو اصلا عاوتاني تربط فينا لا بور من لو مونك لان شويه تزيرنا، دونك جاتنا لا بور من لا مور، لا بور من اننا اون مونك. هادو حنا كنسميوهم في علم الطاقه وعلم مسارات الوعي لي زامبلون ديستراكتور، هما واحد لي زامبلون فينا هما ديما فينا، اون با لي زونلوفي، اون با ابروندغ فيفغ افيك، نتعلمو نعيشو معاهم ولا لي ديباسي، مي هما سي دي زامبلون كيفيقو ملي كيكون الخطر، وحنا كيما بطبيعتنا عندنا لانستان دو سيرفي. دونك لا مور هو ان امبلون ديستراكتور كيخلينا اننا ما نكونوش واعيين لاننا كلشي كيخاف من الموت حنا في هذا الواقع في هذا لا رياليتي. لا بور دو مونكي اي لا فامين اللي على مر العصور عشناها، ما جاءت دي ميموار اللي كيكونوا طاقيين باقيين عندنا في لو كور ديالنا وفي لو سيرفو ديالنا انرجيتيكمون. اي دونك هادشي كيطلع واحد الخوف اللي هو ان بلون ديستراكتور اللي لا بور كيخرجوا لي مونك لامبلون ديستراكتور د لا مون، هادشي كله كيتجمع وكيطلع لنا دوك لي زاديكسيون ديالنا. اي دونك كنوليو كنديرو مشتريات امبولسيف، كناخذوا قرارات امبولسيف حتى هما. دونك هذا هو على المستوى الطاقي هو علاج لا سورس، باش بغينا نتفاداو هادشي خاصنا نعالجو التروما الاساسي، داكشي اللي حنا بغينا اون كومبل به داك لو مونك اولو داشتي، نحاولوا نرجعوا لا سورس ونبريو الجدر اللي وصلنا اننا نوليو نشريو هذاك الشيء بطريقه شويه مبالغ فيه. نعم، ولا سمحتي لي لاله هدى انا غنرجع عندك لاله نبيله، وحنا في المبدا تخلقنا احرار، يعني مبدا الحريه، الانسان حياته كلها كيسعى انه يستمتع بهذا المبدا هذا في حياته رغم جميع الصعوبات. كتلقى راسك كتقلب على الحريه في كل شيء، الحريه في انك تخرج، الحريه في انك تلبس، الحريه في انك تلاقى مع الناس، الحريه في انك تكون في علاقتك مع الناس، الحريه في اتخاذ القرار، اذا هي محور حياتنا. ولكن في نفس يعني في نفس الصوره عندنا واحد الخوف كبير، خوف كبير من المجهول، كيخلعنا الحاجه اللي ما عارفينهاش، كتخلعنا الحاجه المباغته المفاجئه اللي ما كنكونوش مهيئين نفوسنا لها. فهاد الظرفيه هذه اللي حنا عشناها ما بين تقييد الحريه والاحساس بتقييد الحريه والخوف من غدا، شنو هي النتيجه اللي يمكن تعطينا او شنو هي الاضطرابات اللي يمكن تعطينا في المستقبل القريب، خاصه وانا بدينا كنشوفوا بعض البوادر. الوغ بصح هاد المساله ان اللي كنشوفوه دابا كنشوفوا واحد يعني واحد المفعول، واحد رد الفعل العكسي لداكشي اللي كنا كنتظروه، لان كيف قلتي النظره ديالنا للحريه شنو هي بعدا. دابا كل واحد فينا عنده سو كون ابل لا كارت دو سي رياليتي، وفي لا كارت دي رياليتي ديالنا الحريه كل واحد كيعطيها مفهوم. المشكله الكبرى ان بعض المرات ملي كنحاولوا نهضروا على الحريه كنعطيوها اون ديفينيسيون ديال ليسكلافاجيزم، كنولي انا اسكلاف ديال شي حاجه اللي كنظنها انا حريه
وهي ماشي حرية. حنايا يعني كيف قال اندري بروتون، لا ليبرتي كولور دام، يعني اي واحد فينا لا كولور ديالو الاساسيه هي الحريه، ماشي اللون الحقيقي ديال الجلد. اي دونك شنو كيوقع مني حسينا براسنا اننا سدينا في عواد فاش نفكروا يعني في هذاك لا سورفي وفي الحياه يعني وفي الصحه ديالنا وفي السلامه ديالنا، في لا بيرسيبسيون كنفكروا يعني بصوره عكسيه، وكنشوفوا بان مادام ان بنادم كيقيد ليا حريتي انا ممكن نحط راسي اون دونجي باش نقدر نحافظ على ديك الحريه. لو فيت انني مثلا نخرج وانا ما ديرش كمامه، مثلا غنمشي لبلاصه قالوا لي راه لا بلاج مسدوده ولكن غادي نمشي انا لا بلاج، هادشي شنو كيعني؟ هادشي كيعني ديجا انني انا ما خدمتش على راسي وما خدمش على راسي سوفيزامون باش نقدر ندير واحد يعني واحد لا ديفيرونس، واحد الفرق كبير بين اشنو كيتفرض عليا واش انا اختاريت انني نحافظ على نفسي. يعني اول شيء، اول مبدا من مبادئ الحريه هي انني راه حريتي راه عندي، راه الداخل، راه ماشي كنتسنى من القايد او لا البوليسي او لا الدراكي انه يفكرني بان اتونسيون علاش انا ما دايرش. راه الحريه ديالي هي انني اوسي نحترم الحريه ديال هذاك الشخص الاخر اللي ممكن انا ندير حياته اون دونجي. دونك كون كنا فهمنا بان الحريه ديال يعني التنقل ما عندهاش علاقه مع الحريه ديالي كشخص، انا انسان حر ونقدر بهذيك الحريه ديالي نختار انني نحافظ على نفسي ونحافظ على المجتمع. دونك مادام انني ما فهمتش هذا الشيء غادي في عكس التيار، يعني اي حاجه غتخاد كقرار يعني على ديال الدولة أو ديال السلطة غادي تلقاي بعض الناس كيحاولوا يديروا العكس ديالو. علاش؟ لأن فقط هو راه ما فهمش من النهار الأول أشنا هي حريته. هذاك الشخص اللي كيهضر بمبدأ الحرية راه باقي ما دارش لابي مع راسه، ما خدمش على نفسه باش يفهم بأن راه ماشي هذيك هي الحرية، راه الحرية عندها حاجة واحدة أخرى، الحرية في الاعتقاد، الحرية في التفكير، الحرية بأنني نختار الحياة، راه هذيك راه شي حاجه مهمه جدا. دونك اللي كنشوفوه دابا ان بزاف ديال الناس كيقيدوا الحريه ديالنا في الزنقه. يعني دابا المشكل الكبير اللي وقع بان باسم الحريه انت مقيد الحريه ديالي. انا كنحترم سيدي التعاليم ديال السلامه، وكنحترم لا ديسونسياسيون سوسيال، وكنحترم انا ماميغ ما شفتهاش ما نعرفش شحال من شهر هذا، وبتات الا شفتها ما غاديش نسلم عليها، ونتايا حيت نتايا تتشبت بواحد المبدا اللي في التصور ديالك راه هذاك هو الحريه، كتخلق لي انا مشكل وكيخلق مشكل واحد اخر. دونك هذا هو اللي كيوقع مع هذه المساله. حاجه واحده اخرى ان عندنا بزاف ديال يعني الافكار اللي كدور، يعني ملي كنهضروا على الافكار السلبيه، الافكار السلبيه كتغذي هذا التصور ديال الحريه، وكتغديه بواحد الطريقه اللي خلاتنا وصلنا لمرحله ديال عدم تقبل او لا ما قادرينش حنايا ناخذوا هذيك المعلومات اللي كناخذوها كوم ايتون كريديبل. يعني بزاف ديال الناس كيقولوا بان دوك المعلومات ماشي هما هذوك، يعني مابقاش كنثيقوا في داك الشيء اللي كنتخاد. علاش؟ حيت او ديبار الناس غير باش هو يحافظ على يقدر يخرج لواحد البلاصه اللي ممنوعه، يعني كيولي تيقول لك لا راه اصلا هاد كورونا ما كايناش كاع، ما كايناش على باز. دونك علاش؟ لان الا هو تقبل فكره كورونا راه خاصو توت ان كومبورتمون افيك، اي دونك بيان سور يل دو سيدي. وعلاش هو دابا؟ حيت هو تو سامبلومون عندنا واحد المساله في لا بي ان ال، عندنا دي كومبورتمون اللي هما دائما حنايا مرتبطين. يعني عندي واحد لو ديكلونشور، هذاك لو ديكلونشور كيعطيني واحد التصرف معين، باش نقدر نبدل التصرف كيخصني ناخذ قرار باش نبدلو. وبان بنادم ما قادرش يبدل التصرف، علاش؟ لانه كيطلب منه واحد المجهود ايموشنيل، يعني راه ماشي غنبدل غير تصرف، راه خاص كاع لي موسيون اللي غاديه افيك نبدلها. انا كنحس براسي دائما ديكونجي فريستري لان غادي نبدل واحد التصرف، الوغ كو اي تصرف نقدر نحيدو وندير في بلاصتو حاجه واحده اخرى. لا ناتور حاجه واحده ما كتقبلهاش هي الفراغ، يعني نحيد هذا وندير في بلاصتو هذا، ولكن مادام انني متشبت بهذاك اللي عندي، يعني راه اتونسيون انا هنايا كنقول لك راه تو ديفوني اسكلاف دان كومبورتمون. راه انا مني ما كنبدلش واحد التصرف ديالي، لان انا كنولي ليس لست حره، انا خلقت تصرف بديت كنستعمله مده طويله. مني كتقول لي اليوم بدلي تنقول لك لا انا ما نقدرش،
دونك انا ماشي حره، لان انا وليت العبده ديال شي حاجه خلقتها. باش نقدر نكون حره ايفيكتيفمون كيخصني نقبل انني نغير تصرف ونغير ديك ليموسيون كي فا افيك، واخا غيطلب مني شويه الوقت، واخا غادي فرستريني، ولكن معليش راه نقدر نبدلو. فوالا. اكيد انه كلام مهم بزاف. يعني لالا هدى كيف ما حنا تكلمنا دابا، لانه كاين واحد الرفض، كاين الناس اللي رافضه انها تقبل يعني الوضع اللي حنا عايشين فيه. وبصراحه من الصعب انه الانسان مثلا عنده رغبه في انه يسافر لمدينه معينه او لا يمشي لشي بلاصه معينه او لا عنده عادات. مثلا كاين الناس اللي عايشين في الدار البيضاء ولكن مره في الاسبوع كيبغي يمشي لبوزنيقه، كيبغي يمشي للرباط مثلا، كيبغي. اذا كاين شي حوايج اللي لا خاصك لوتوريزاسيون، لا ما عندكش الحق، لا هذه البلاصه فيها حالات كثر، لا هذه البلاصه فيها حالات قل. واحد النوع من الضغط اللي حنا متعايشين معاه. ايضا حتى الرؤيه ما واضحاش، ما عرفناش واش هادشي غيسالي اليوم ولا غيسالي غدا ولا غيسالي من عام ولا من عامين. كيفاش غيسالي؟ واش غنبقاو بالبافيت 2021 كلها؟ واش بزاف ديال الحوايج. 2022 2022 انا بقيتها في 21 بركه. انا براسي ضغط عييت. فهاد هذا كيجمعنا كاملين، خاصة اللي مول فيه واحد النوع من الحرية في الحياة. فكيفاش نقدروا نطوعوا الطاقة ديالنا اللي للأسف نسبيا سلبية دابا باشياء اللي هي إيجابية كوميم اون ريسبير. اوكي دونك لالا سكينة، خاصنا نعرفوا واحد الحاجة، بأن ديجا الناس دابا كتمر بواحد لو مومون اللي سميتو لا ريزيستونس او شانجمون. الناس il résiste au changement. Nes d'abord خاصنا نعرفوا بان اون في واحد الطاقه جديده، اون دون اون نوفيل اير، كاين واحد ان نوفو موند. كما كنقولوا انا ديما لو موند افون كورونا سي با لو موند ابري كورونا. لف لي بوين دو فيو، لف وجهات النظر، لف لي كونت لي ليميتاسيون بداو يتحيدوا. بزاف ديال زاديكسيون دابا كيبراو، راه هاد كورونا نقدروا نشوفوا جانب عندها سلبي وجانب ايجابي، و سي ان كادو بوتيتر مال امبالي. هو اللي جا باش يفيقنا ان بو بلي كما قلتو طالور بلي زاديكسيون ديالنا. حاجه وحده هو طلعت فينا هاد لا سيتوياسيون ديال كورونا، لو بوزوان توجور ديال لو كونترول. حنا كانسان كنبغيو نكونتروليو كونتروليو الفوتور، كونتروليو الباسي ديالنا، كونتروليو ميم لي مومون بريزون واش غادي يطرا. هو الوغ كو فهاد لو مومون سي ان ابرونتيساج ديال لو ليس اتر، ديال لو لاشي بريز، ديال نستقبل ما هو الكاين الان. هو انفيتاسيون اننا نعيشو اللحظه، شنو كاين اليوم ما عرفناش غدا، اي بيرسون نو فا سافوار، اون سي با شنو غدا غادي يطرا، لا واش غادي تطول، لا واش بيتيتر دوما غادي يقولوا لنا فشات كورونا ولا طول 3 سنين، سا اون لو سي با، هادشي ما عارفينوش. دونك الا كنا غادي نحبسوا حياتنا ونحبس وغادي نبقاو عايشين دائره الخوف ودائره التاجيل اللي كرياسيون اللي نقدروا نديروا وشنو نقدروا نعطيو وسط هاد الازمه الثالثه اللي كورونا، ولا تتكون عندنا حريتنا، ولا نكونوا نرجعوا كما كنا قبل. حنا ما عمرنا ما نرجعوا كما كنا قبل، لان سي ان شونجمون، وحنا ما حدا اون ريزيست لهاد لو شونجمون، ما حدا حنا كنقاومو، وهي كتجيك سي ديفيسيل انك تتاقلم مع هاد لا سيتوياسيون. بالعكس عاد كيجيو اكو اون ريزيست بيرسيست، داكشي اللي كنقاومو كيزيد يكمل. الحوايج اللي تبدلات فينا واللي غتبدل في العالم، ماشي فقط غير في مجتمعنا، تبدل في العالم بأسره. نسيت واحد الحاجه لالا سكين، هو اننا حنا عندنا في لا ميثود اللي كان انا مدربه ديالها ديال اكسس كونشسنس، كنامنوا بواحد الحاجه سميتها وجهات النظر ديالنا كيصنعوا الواقع ديالنا، نو بوين دو فيو كري نوتر رياليتي. حنا خدامين بلا وعي عام، حنا كنعرفوا هادشي بترددات، اوني توس كونيكتي، اي سوفي ديال دو بيرسون عندهم ان بوين دو فيو كيتكريو كيولي واقع، كيولي رياليتي. دونك حنا كمجتمع الا بغينا نخلقوا واحد لو شونجمون، الا كنا بغينا نبدلوا شي حاجه خاصنا اصلا نبدلوا الوجهات النظر ديالنا، لان حنا كنخدموا بلي بروجيكسيون، راه كنديروا اسقاطات، كنديروا دي بروجيكسيون، كنخلقوا واقع. الا كنا كنقولوا كلنا اون فوا افيك لو كورونا غادي تكون اون كريز، اون فوا كريي فريمون اون كريز، غادي تخلقوها. مي الا كنا حنا خدمنا كل واحد خدم على نفسه تحت شي عارضه كاسوي لو شونجمون كو فولي فوار دون لو موند، انا نخدم على نفسي انني نحيد واحد لا ليميتاسيون، ان نعيش اليوم شنو كاين، شنو نقدر نستافد، شنو نقدر بيتيتر ان هاد والدي اللي ما كنشوفهمش هذا ان مومون انني نجلس مع راسي، انني نعرف بقيمتهم اكثر،
هاد وليداتنا اللي جلسوا معانا في هاد لو مومون اللي بزاف ديال الناس تعصبوا اننا في مومون اننا كنا ديما كنشكاو ان ولادنا ما كنشوفوهمش كي كيدخلوا حتى لتسعود كيدخلوا حتى لستة ديال العشيه كينعسوا مع تسعود الليل. هذا سي ان مومون دو فيغ اون كونيكسيون مع وليداتنا. دونك شنو من الايجابيات كان ديما كنسول واحد السؤال فين ما كنطيح في السيتياسيون سي كوا لو كادو اللي كاين في كل سيتياسيون. كنستخلصوا الهديه اللي كاينه ما كاينش شي حاجه جات غير هكا، هي توجور بوزيت ان كادو عندنا في كل سيتياسيون حنا اللي كنشوفوها ما زويناش. دونك نحاولوا نبدلوا لا بيرسيبسيون ديالنا والنظره للاشياء هكا نقدروا نتجاوزوا اي بروبليم نقدروا نسميو بروبليم ولكن اون لو ترانسفورمون اون بوسيبيليتي. احتمال اننا الاحتمال ديالنا بزاف كاين بزاف ديال الاحتمالات واش نقدروا نخلقوا كايجابي وخاص تخدم هاد الجائحه ديال كورونا. اكيد اكيد، وهذه ربما امور اللي خاصنا نركزوا عليها هو انه ناخذوا الايجابي من التجربه اللي حنا دوزنا لانها راه ربات فينا بزاف ديال الحوايج وورتنا بزاف ديال الحوايج وعطتنا القيمه وعرفتنا القيمه ديال بزاف الحوايج اللي حنا بالنسبه لنا كانوا عاديين وكنا يمكن كنبخسوهم في لحظه من اللحظات. اليوم عرفنا بالقيمه الحقيقيه ديالها، ربما غتكون فرصه باش نرجعوا حساباتنا في الحياه بصفه عامه وشامله بطبيعه الحال. استاذه نبيله، نبغي نعرف انا وجهه النظر ديالك فيما هو آتي، يعني شنو كيبان ليك الإشكالات النفسية اللي غنقدروا نطيحوا فيها في هادشي اللي جاي، خاصة وأنه شفنا يعني شفنا ناس اللي ربما للأسف طاحوا في الاكتئاب خلال هاد التجربة اللي عشناها، كاينين ناس اللي للأسف وفي العالم كاينه أرقام بأنهم وصلوا لقرار الانتحار مثلا، كاينين ناس اللي أصبحوا كيعانيوا من بعض الاضطرابات النفسية اللي برزات وتوضحت المعالم ديالها خلال هاد المرحلة اللي عشناها. فوجهة نظرك فيما هو آتي وكيفاش كيخصنا نتعاملوا مع الوضع؟ هاد المسألة اللي كنعيشوها بيان سور هاد الشيء كيبين لينا يعني لا فراجيليتي اللي كانوا كيعيشوها ناس كتار، حيت ماشي كل واحد فينا مستعد انه يدخل في مرحلة اكتئاب. الاكتئاب ملي كيكون راه كيكونوا البوادر ديالو مسبقا. حنا اليوم ما كيخصناش نظلموا كورونا، خصنا نقولوها كورونا ما دارت لينا والو، كورونا قبل منها كان بزاف ديال لي بروبليم في لو موند، ولكن تو سامبلومون نقدروا نقولوا بان هي شي حاجه اللي كانت مشتركه في العالم كاسره، يعني والسرعه ديالها هي اللي خلات كاينين دي رابروشمون ما بين المغرب ما بين لوروب ما بين الامريكان ما بين لازي اي تو. دونك اللي غنقولوا بان الناس اللي كيحسوا بالاكتئاب، الناس اللي ما باقيش قادرين يخدموا، الناس انا نقدر نقول لك لاله سكينه يلا انتهوا الامتحانات الجامعيه يعني يوم السبت، وانا كنت عندي الحراسه وكنت يعني شعرت بواحد، كنت نتسائل كيفاش الطلبه يعني ماشي كلهما ولكن العديد من الطلبه اللي كان عندهم وقت كافي جدا 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 انهم يوجدوا الامتحانات ديالهم انهم يقراو، بزاف منهم كتسالي ربع ساعه 20 مينوت كيحط الورقه ديالو بيضاء، علاش ما قدرتش نقرا؟ كيفاش ما قدرتش نقرا؟ يعني مني كنقدر نوصل بان انا مضطرب وما قادرش نقرا، راه كيف قالت لاله هدى توتالاغ راه غير في ان غروب ديتوديون، ايماجين ان غروب واتساب في الدراري كيقراو، واحد كيرمي هاد الفكره الثاني كيقولها الثالث صافي كنوليو عندنا مزيان، راه حتى واحد ما قادر يقرا اذا عمت هنا دونك حنا ما غاديش نقراو. هاد الناس باش نقول لك يعني كاين واحد الطلبه هكا ولكن كاينين واحد اخرين قراو وجدوا جاو كتبوا، علاش؟ لان تو سامبلومون اللي مستعد بري ديسبوزي انه يعيش هذيك الحاجه هذيك المساله يعني هو كيوجد راسو كيعطي راسو جميع المبررات وكيلقى راسو بانه هو لا سوبر فيكتيم ديال لو موند كامل، هو الضحيه الكبرى، ودونك كيخدم وكيغدي هذيك الفكره ديال الضحيه وكيدير داكشي اللي بغا وكيشرح لك. وراه ملي كيكون تيهضر معاك راه عنده الحق، لان حسب وجهه النظر ديالو وحسب الاحاسيس ديالو راه من طبيعه الحال عنده الحق، عنده الحق كضحيه، ولكن ضحيه خاصها تفيق من النعاس. ملي كنهضروا على الانتحار بيان سور ماشي اي واحد كينتحر، هذاك اللي كينتحر راه كيكون عنده بزاف ديال لي ديكليك في علم النفس، راه كاين بزاف ديال المؤشرات اللي كتقدر تبين الشخصيه اللي فراجيل اللي كتكون مستعده انها دوز لهذه المرحله المتطوره يعني اللي كتجي ابري الاكتئاب. وهذا الشيء نورمالمون هادو ناس اللي كيخصهم فريمون المعالجه النفسيه، يعني ماشي خاص فريمون يمشي يشوف شنو هو المشكل، راه المشكل ماشي كورونا، راه المشكل هو كيفاش تعامل مع هذا الوضع
وهاد لا فراجيليتي اللي كاينه افيك. الو سكي سيغ اي سيغتان، حنايا دابا راه غاديين لواحد المرحله واحده اخرى اللي ما عارفينش اش واقع، ولكن هنايا فين كنبانو واش كنقدروا نعاودوا نديروا ديك لوتو كونستركسيون، غندخلوا لراسنا ونشوفوا كيسكي نفا با، شنو هما الاشياء اللي كتخلينا كنتحطموا وقت ما كنا قدام شي حاله. راه هذه كورونا شي حاجه عالميه، ولكن كورونا راه هي ليكزامبل ديال مثلا موت غيش في العائله، او لا فقدان عمل، او لا مثلا شلل، او لا شي حاجه اللي كبيره بزاف اللي الانسان ما كتكونش عنده الاستعداد، ما كيكونش عنده الاستعداد النفسي انه يتقبلها. هنا هي الفرصه اننا نمشيو نعرفوا راسنا شكون حنا، اون سوبوز لا كيسيون شكون حنايا، اشنو هما الحوايج اللي كيخلعوني وعلاش كيخلعوني، الا لقيت علاش كيقلعوني غنمشي نقلب على مي بليسيو بروفوند، غنلقى ليستوريك ديالي، غنلقى شي حوايج اللي وقعوا صافي تري لونطون، اللي وقعوا في لونفونس اللي بوتيتر ما جاوبتش عليهم. يعني مني غنحاول نفهم غنقدر نحمي راسي من ما قبل او ما بعد، يعني هذا الشيء اللي كيوقع باش ما نعاودش نطيح في هذه الفرصه. اتونسيون راه اي حاجه في الحياه ممكن تخليني نتحطم الا بغيت، كنقول الا بغيت، واي حاجه كتقويني واخا تكون صعيبه يعني ممكن تقبلها، ممكن بوتيتر نهار مومونتانيمون سي نورمال، ولكن باغ لا سويت ممكن نعاود نهز راسي ونزيد. كيف قلت لك ليكزامبل اللي كنشوفو في المدرسه في الجامعه في الشارع في اي مكان، هما ناس عندهم ان ماليتر، وحنايا لو ماليتر ما نكذبوش على راسنا كنحسو به في المغرب، كنحسو به في بلادنا، ان لي جون عندهم ان ماليتر، بالخصوص الشباب، لانهم ما عارفينش اش بغاو، ما عارفينش شكون هما، وما عارفينش فين غاديين. والحاجه الوحيده اللي كيقول لك انا ما عجبنيش هذا الشيء، ولكن اشنو درتي نتايا باش تبدل هذا الشيء؟ وهذا الشيء اللي كتقولوا واه راه غير عاودوا لك عليه، راه جاوا شي وحدين قالوا لك هذا الشيء ماشي هو هذاك، شنو هو هذا الشيء؟ انا باش تخدم عليها اكزاكتومون. اي دونك مادام ان نتايا ما كدير حتى شي افور ولو بسيط باش تقدر تغيره، راه ما غاديش يتغير. راه سوفون انا كيبقاو فيا الشباب لانهم عندهم طاقات رائعه وعندهم شي حوايج مانيفيك يقدروا يديروهم، ولكن هاد الفكره كتسجنهم في واحد يعني في واحد القوقعه وما كتخليهمش يديباسيوها. انا كنقول لهم دابا هذه هي الفرصه باش نفهموا علاش اشنو اللي كيخلعني انا، هذه هي الفرصه بان كل واحد فينا يكتب يشد ورقه وستيلو، راه ما كان فريمون خاصو يقول ها اش كنحس، ها علاش، ها لا فيبليس ديالي، ها علاش اشنو اللي ما قادرش نواجهها، شنو هي الصوره ديالي اللي ما قادرش انا نواجهها. دونك باش ما نواجهاش كنقول لك عرفتي شنو، انا راه فيكتيم، انا راه غير مسكين، ظلموني. دونك داكشي علاش انا ظلموني، سدوا لي الجامعه وما وجدتش الامتحانات وتظلمت. الوغ هنا راه سان انفيرسي، لان انا ما قادرش نواجه، كنولي كنقول لك راه انا هو اللي مظلوم، دونك كيفاش ديروا ليا. اي دونك هنا كيف قلنا خاصني نوقف وقفه مع راسي ونعرف شكون انا وشنو هما لي فيبليس لي بليسيور، وما فيها باس الا كنت ما قادرش بوحدي ندير ان اكونبانيومون باش نقدر نخرج راسي من هذا، ولكن هي مساله نقدر نديرها لراسي الا بغيت، راه ماشي شي حاجه اكستراوردينير، غير وقفه مع الذات. اكيد اكيد. لالا هدى، شنو هما يعني ربما الحيه التقيه او الامكانيات التقيه اللي نقدروا نخدموها معنا دابا باش شويه نرفعوا من مستوى الايجابيه في التفكير وحتى في المحيط ديالنا؟ لانه عدد كبير من الناس كيقول لك صافي عييت، بغيت نخرج، بغيت نسافر، بغيت نتنفس، بغيت ندير مي زاكتيفيتي اللي انا مولف عليها. شحال من واحد هاد العام ما سافر، شحال من واحد هاد العام ما داش بروغراماتو اللي مولف، عنده واحد النمط في الحياه معين ما قدرش يسيرو، تيقول لك انا عييت. الوغ كيفاش نقدروا اننا شي شويه نرفعوا من المستوى الايجابيه ديالنا؟ اوكي، دونك اول حاجه قبل ما نقولوا على الحياه الطاقيه خاصنا نعرفوا بعدا بارابور اننا نكونوا عندنا واحد لو كونط واحد فحال كنقول واحد لي كوت بعدا لي بوين دو فو، الافكار اللي كيقولوا لنا المونطال ديالنا واللي كيقولوا لنا اللاوعي ديالنا، خاص تكون عندنا واحد لا بريزونس ديال نشوفوا بعدا شنو كيدور لينا في راسنا، لان المونطال اي بافار طول طون كل ما كيبقى يهضر كيهضر كيهضر كيهضر، وحنا كنساقوا داكشي اللي كيقول لينا ما كنكونوش علاش كنقولوا حيت كيكون علاش كنحاولوا ما امكن نديروا نخدموا على لا كونسيونس ديالنا، نخدموا على الوعي ديال الوعي هو ديك لا كاباسيتي ات بريزون مع لي دولور ديالي، نكون بريزون مع لي تروما ديالي، مع دوك لي زاديكسيون. كما قالت لالا نبيله، ندير ورقه وستيلو منين دوز عندي واحد الفكره ولا يكون عندي واحد لو مونك ولا غنحس بواحد الخوف. باغ اكزومبل الناس اللي قالوا مثلا جائحه كورونا راه دارت لينا، لا ما خلاتنيش نقرا، راه ما خلاتنيش ندير،
لما هو هما سي دي جوستيفيكاسيون، هذه هادو هما هذا جوستيفيكاسيون. كاين الناس باغ كونتر اللي يقدروا اللي يقدروا يخلقوا اشياء جميله ورائعه في هذه المومون، في هذه الجائحه ديال كورونا. هذه اول شيء. دونك اولا خاصني نخدم على لي ديزير ديالي، خاصني نعرف نخدم على الاشياء لي زاديكسيون ديالي، الادمانات اللي عندي. كاينين الناس انا كنشوفهم انهم كانوا ضادوا عليهم ادمانات على الناس ما شافوهمش، على اصدقاء. هو ادمان كيكون تقدر سهل ديك الجلسه ديال القهوه، حيت كاين فرق ما بين انني جو باغ غنمشي غنمشي قهوه باغ بليزير، وكاين باغ 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 اديكسيون. فوالا هذا كما نقولوا بالعربي والفرنسي ادمان. دونك كاين فرق طاقه ماشي ديال الامام، هو انني بغيت نفوج على راسي ونمشي قهوه ونشوف اصدقاء ونطلاقة ويكون واحد الجلسه غيش، ولا حيت لا سي ان مومون الا ما مشيتش ما شربتش قهوه كضرني راسي، الا ما شفتش هاد الناس كنحس بواحد لو مونك. هذا هو اللي خاصو يتخدم في هاد الاثناء. الا كنت كنشوف راسي بانني الا ما مشيتش للقهوه ولا ما سافرتش لديك البلاد ولا ما خرجتش لديك المدينه وكنحس بان شي حاجه ناقصاني، هنا جو دو طرافاي على طاق على الادمان وعلى لي زاديكسيون ديالي. لان سواء سفر سواء نخرج اصدقاء سواء انا، هذا خاصو يكون ان شوا ديما نوغي، واحد لو شوا اللي كنديرو انا باسكو سا مفي با بليزير. مي سا مفي بليزير ماشي اون نيسيسيتي، واحد حاجه فيتال. الا ما كانش ما نقدرش جو بو با سورفيف. دونك اول شيء هو خاص الانسان يدير واحد وقفه تامل مع لي بليسور ديالو، مع لي تروما ديالو، مع لي زاديكسيون، مع الادمانات على الاشخاص، الادمانات على الاماكن، ادمانات على بوتيت تقدر يكونوا ادمانات على الاكل. يخرجوا بزاف لي زاديكسيون ديال الاكل اللي كلشي كلا في هاد كورونا، بزاف جلس الدار بقاو كياكلوا، خرجوا بزاف. دونك هادي هي وقفه انني نشوف اوكي شنو الفراغ انا كنحاول نعمر ملي كنلجا لهذا الادمان، وهذا الفراغ نحاول نكونبونسيه. هذاك الا كنت كننتظر اهتمام نعطيه لنفسي، الا كنت بهذا الفراغ كنعمر حب، انا نحب نفسي باش نحب نفسي، ماشي واه تقدر تلبس ودير مكياج سا سي فري، ما نحب نفسي هو انني نشوف جيكوت مي ديزير، نحقق احلامي، نحقق رغباتي، نحاول نزيد براسي للقدام في شي حوايج. هذا هو حب الذات، هو انني ديما نشوف راسي كل نهار في تجديد. دونك هذا هو فوالا. دونك ملي كنحاولوا نكونوا مع راسنا صراحة ونشوفوا جلسوا في واحد اللحظه ديال الصراحه مع راسنا، ما الا ما شتش انسان كي كنمرض اوكي شنو كنتظر من هذا الانسان؟ اهتمام، كنهتر من اتونسيون، محبه، حيت كله انا نرجع لنفسي، يكون عندي من الداخل الى الخارج، ماشي نقلب عليه برا. دونك هما كيكونوا دي ثيرابي سواء تاملات. هي المهم اون فوا تاخذ تو برون كونسيونس ديال لو تروما، هذاك هو نص الطريق للعلاج. اكيد اكيد. والانسان حنا كنا مرضى بدرجات، وكنا محتاجين للدعم النفسي، وكنا محتاجين لإعادة تاهيل النفس. وبالتالي الانسان ملي كيكون واعي كيف ما قلتي راه النسبه ديال 50% من العلاج ثبتناها، لانه حنا في مجتمع اللي عنده مشكل كبير مع علم النفس، واللي عنده مشكل كبير مع التعامل الطاقي ومع النفس بصفه عامه. فبالتالي حنا قراءتنا راه مخطوئه وغالطه لكل ما كيتعلق بالجانب النفسي، واللي هو مهم واساسي. راه بزاف ديال المشاكل العضويه راه سببها مشاكل نفسيه. اذا للاسف ثقافتنا مازال نوعا ما ضيقه في هذا الجانب هذا، على امل انه الجيل القادم واللي صبح انه كيلجا يعني الاخصائيين وكيعسم بالجانب النفسي ديالو، يكون عندها تاثير ان شاء الله باذن الله في المستقبل ديال الاجيال الجايه. بصدق النقاش معكم زوين بزاف وانا ما سخيتش به، ولكن نبغي نسمع منكم رسائل مباشره ونرجع لك لاله نبيله. يعني في وسط هذا الوضع هذا، فالتطورات اللي شفناها في هذا الشيء كامل، شنو هي رسالتك المباشره للناس اللي كيتابعونا؟ الوغ اللي كنقول للناس انا هاد انا كنظن اننا درنا واحد الحلقه في الاول ديال الجائحه لاله سكينه، وكنا هضرنا على كيفاش نستغلوا اي حاجه كتوقع لينا في حياتنا باش نخرجوا منها اقوى واحسن، وشان نقول لكم ونديفلوبيو هذاك الحب ديال الحياه. راه هاد كورونا علمتنا اننا نبغيو الحياه اكثر، ولكن نبغيوها بطريقه ايجابيه. يعني الحياه اللي بغيت هي واحد الحياه اللي نكون فيها دابور اون بون سانتي،
الحياه اللي نكون كنعرف فيها راسي، الحياه اللي كنبغي فيها وليداتي، كنبغي فيها الناس اللي دايرين بيا، الحياه اللي كنعطي لراسي اهميه كثيره بزاف، اللي بوتيتغ ما كنتش مساليه انني نعطيها وبافون، لان كنت كنضل كنجري من هنا لهنا لهنا، وبنادم كينسى راسو في خضم يعني هذيك المشاغل ديال الحياه. دونك اللي كنقول بان دابا الوقت حان، راه ما بقاش راه واخا هكاك راه الحياه غوبري. دونك مادام ان الحياه رجعات شويه بشويه كتانستالا، ما نربيوش يدينا ونبقاو كنتسناو اش غيوقع. كل واحد فينا يحمي راسو لراسو ويخرج يخدم يرجع للحياه شويه بشويه، ولكن بطريقه ايجابيه. شنو هو الايجابي فيها؟ ماشي انني نترانسغريسي كاع لي ريغل او جميع القوانين، انا خصني نخترقهم. ما عنديش علاش نخترق قانون، راه القانون راه داك الضو الاحمر ما كندوزش فيه باش انا ما نموتش، راه ماشي حيت انا واعر كيخصني نحرق الضو الاحمر، راه سي لا ميم شوز. دونك انا ملي كنكون كنحمي راسي، راه كنحمي راسي لان انا كنبغي راسي، راه ماشي حيت واحد شي واحد عطيني شي اوردر باش نحترمه. دونك مني كنكون انا كنحافظ على نفسي، راه كنقول لك بان انا مهم، دونك انت حتى انت يحافظ عليا. وكل واحد فينا الا حاول يدوز الاخر هاد الفكره، كنوليو كلنا كنحميو بعضياتنا من راسنا تو سامبلومون، وكان افونسيو. وهذه فرصه كبيره بزاف باش نعلمو لي بوتي الدراري الصغار، نعلموهم ونتعلموا منهم. جو سي با في الدار البيضاء يعني الدراسة ما بداتش في سبتمبر، ولكن في مدن واحدة أخرى بدات. يعني أنا كنشوف مثلا أنا في مدينة المحمدية كنشوف وليداتي بأن من يمشوا للمدرسة، ولدي الصغير هو كيجي كيقول لي هذا صاحبي ما احترمش لا ديستانسياسيون. يعني الدراري الصغار مني كنعلموهم شي حاجة راه كيأكسيوها 100%، وغتو سامبلومون نتعلموا منهم، ياك حنا اللي قلناها ليهم، ودابا راه هما راه يقدروا يفكرونا. دونك هنايا خاصنا ناخذوا الفكر، يعني ناخذوا ليكزامبل على اي واحد كيدير تو سامبلومون داكشي اللي كيخصو يدار باش يحافظ على راسو. الا كانوا هما اغلى حاجه عندنا وحنايا كنحاولوا نحافظوا عليهم، حتى حنا نحافظوا على راسنا، على ودهم وعلى ود الناس وحدين اخرين. وكيف كنقول دائما يا توجور دو بوزيتيف في اي حاجه وقعت، شفتي واخا تكون كارثه راه كاينه شي حاجه بوزيتيف اللي بوتيتغ ما عارفينهاش دابا، ولكن غنعرفوها من بعد، ولكن هي اكيد وقعت لسبب ما نحن نجهله، ولكن شي حاجه اللي زوينه غادي توقع. تو شانجمون اي سالفاتور، واكيد هاد لو شانجمون اي سالفاتور. اكيد اكيد. لاله هدى، رسالتك ختاما. وي لاله سكينه، دونك انا رسالتي هو اننا ناخذوا هاد لا سيتوياسيون كما قلت لكم، شوفوا الهديه اللي كتحمل فيها لينا، اننا نحاولوا نكون نقربوا اكثر من انفسنا ونعرفوا نفسنا شكون حنا، لاننا حنا مختلفين على بعضنا. ان اختلاف هذا الاختلاف هو اللي كيدير داك التناغم في لو مون ديالنا، كل واحد كيقدر يخلق شي حاجه مميزه. دونك ما يمكنلكش تعرف هذاك التميز وديك لا كاباسيتي اونيك ديالك وداك الاختلاف ديالك الا ما جلستيش واحد اللحظه مع راسك و تو ترونسوندي هذاك لي تروما ديالك ودوك المشاكل ديالك ودوك الافكار ودوك لي زيد اللي كيكونوا حابسينك، انك تخلق اكثر وشي وتخرج من لا زون دو كونفور ديالك. حنا دابا اون انفيتاسيون اننا صافي نخرجوا شويه من لا زون دو كونفور، ما نبقاوش نرجعوا للباسي ونبغيو نديروا دي بوين دو ريفيرونس، لا خاصها تشبه بحال العام اللي فات ولا لا، حنا عام صافي دوك العام اللي دازو اي سا كونت بلو، درنا داكشي اللي درنا فيهم، خلقنا اشياء زوينه، كانت بالمنظور ديالنا اشياء كاينين اللي زوينين كاينين اللي خايبين، شنو قادرين نعطيو اليوم في هذه اللحظه، شنو نقدروا نعطيو لنفسنا الاخر. هذه من جهه، من جهه اخرى هو سي اون انفيتاسيون هاد الجائحه وهاد لو مومون اللي عايشين، او اننا نكونوا فواحد الطاقه الامتنان، هو تدريب على الامتنان ديال اي حاجه كانت عندنا وما عطيناهاش قيمه. اكيد اكيد، اي حاجه وعندك الخريجه اللي كنا كنخرجوا دابا مابقيناش كنخرجوا، داك الحريه اللي كانت عندنا مورا العشرة واللي كتبت علينا بانال. دونك تكون عندنا ديك لا لينيرجي د لا غراتيتود، ندربوا عليها لا غراتيتود بوغ تحنا الوقيت اللي حنا جالسين دابا في ديورنا، وخا تدير علينا مورا العشرة ولا ما كنخرجوش، خاصها يكون عندنا لها امتنان حيت هي توحشوها واحد تو شونج توحش الدنيا تخلى مع العشرة د الليل اكيد. ولكن شوف الطبيعه ملي طرات هاد الكونفينمون الطبيعه ارتاحت، ولينا كنسمعوا السكات، ولينا كنسمعوا الطيور كتزقزق، ولينا كنسمعوا بزاف ديال الاشياء اللي من بعد غنرتاحوا لهم. سي ان مومون اللي اكتشفنا فيهم بزاف ديال الاشياء. دونك
نربطو فينا طاقه الامتنان لا غراتيتود، باسكو اي حاجه حطيتي عليها لانرجي لا غراتيتود كتكبر، كتولي اكبر، شي حاجه اللي كتكون فيها الغوميرسيمون كتزاد. دونك اليوم سي اون انفيتاسيون للذوق، التفاؤل، لوبتيميزم، الفوتور، لاننا اون فوا كنديرو ان شوا اوجوردي هو اللي كيخلق لنا الفوتور ديالنا، سي با لو كونترير. اي حاجه اختاريناها اليوم، خياراتنا، اختاريتي تعلم لغه تنفعك في الفوتور، tu crées un nouveau futur. Ça veut dire une formation, tu as le تدير une thérapie, انت خلقتي لراسك فيتور جديد. دونك شنو نقدروا لسه ديالي، شنو تقدر دير اليوم، شنو تقدر تختار اليوم ودابا اللي يقدر يبدل لك الفيتور ديالك، ماشي حنا نتسناو الفيتور بوحدو يتبدل. دونك فوالا، ميرسي لالا سكينه الا لالا نبيله، الله يحفظكم ليا، وكان نقاش زوين بزاف بزاف معكم، ما كرهتش نزيد نطول فيه اكثر، ولكن كانت معلومات فيه اللي هي مهمه بزاف واللي هي مباشره. تنبغي نشكرك بزاف لاله هدى استار، اخصائيه في علم الطاقه وتقنيه الولوج الى المسارات الوعي. شكرا جزيلا لك على هاد على هاد اللقاء الزوين معاك، وشكرا على هاد لو ميساج اللي كان قوي بزاف الصراحه. راه فرصه باش نكبروا اكثر الحمد والشكر عندنا كعاده وكطاقه ومجموعه من الامور، لانه هذه الامور هي مهمه واساسيه وبزاف الناس كتغفلها. مشكوره جزيل الشكر. كنبغي نشكر ايضا لاله نبيله بن احود، اخصائيه في البرمجه العصبيه واستاذه التواصل. دائما لقاء ممتع جدا معك لاله نبيله، كنشكرك بزاف، افكارك دائما نيره، الله يحفظك، وان شاء الله نتلاقى فرصه قريبه باذن الله. لاله يخطيكم وشكرا جزيلا لكم، تشرفت بكم وكان حوار شيق جدا برفقتكم. ختاما مشاهدينا الكرام، كنبغي نذكر بان هذه التجربه اللي عشناها فيها من الايجابي كيف ما فيها من السلبي، ولكن اكيد انه بزاف ديال الامور تغيرات فينا، تغيرات في عاداتنا، تغيرات في علاقاتنا، وتغيرات حتى في امكانياتنا. اليوم جات الفرصه باش نعرفوا بقيمه ابسط الاشياء في حياتنا، حتى غدا الى فات كورونا ورجعنا لحياتنا الطبيعيه، ما خصناش نرجعوا بهذه الطريقه اللي فيها واحد النوع من الشراهه في كل شيء والرغبه في الممنوع بواحد الشكل غير طبيعي والخوف من غدا. العكس هو انه خصنا نكونوا استفدنا وعرفنا بقيمه اللحظه وبقيمه الثانيه، بقيمه الطبيعه، بقيمه الحياه، بقيمه العلاقات الانسانيه، بقيمه حبابنا، بقيمه عائلاتنا، بقيمه اصدقائنا، بقيمه انفسنا، بقيمه اي حاجه ولو تكون بسيطه كنديروها. يمكن تكون فقط في الصباح وكتلبس برديله وكتلبس سورفيت وكتخرج تمشى شي شويه بكل حريه، فرا عندها واحد القيمه كبيره جدا في مسار حياتنا. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا، نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بلقائنا اليوم. انا شخصيا استمتعت مع ضيفتي الكريمات، وشي شويه حتى انا راجعت راسي في هذه المرحله هذه اللي اكيد انه كثير منا تزعزع فيها. نرجع نتلاقاو ان شاء الله الاربعاء الجايه. كما نشكر كريمنا يسير رفقنا اليوم في الاشراف التقني، شكرا لكم اوفيائنا، امسيه سعيده والى اللقاء.